حياكم الله مشاهدي قناة زاكروس الفضائية، وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. طبعا عادة مواضيعنا كلها تخص العوائل العراقية، اليوم احنا غايتنا من هذه الجولات هي الفائدة لكل الناس. طبعا اليوم الموضوع مختلف نوعا ما عن الأجهزة الطبية، وأيضا ما موجود بكل المحال الخاصة بالتجهيزات الطبية. تعرفون بالفترة الأخيرة صارت عندنا كثير من التطورات والحداثة اللي نزلت، اللي ممكن احنا نقدر من خلال هذه المحال نجهز حتى بيوتنا بأجهزة خاصة بقياس السكر والضغط وأيضا كل هذه التفاصيل. فاليوم راح ناخذكم بجولة عن كل ما موجود وأيضا التطورات الخاصة والحديثة بالأجهزة الطبية، فخليكم ويانا وتابعونا. طبعاً أكيد مشاهدينا اليوم مستمرين في موضوعنا عن الأجهزة الطبية وأيضاً كل المستلزمات. يمكن اليوم كثير من الناس تعاني من أمراض معينة كضغط وسكر وكل هذه التفاصيل. اليوم هذه المحال الخاصة بالتجهيزات الطبية، يمكن حتى الناس اللي تعاني من آلام الفقرات تكون عندهم هذه المخدات اللي احنا نقول عليها طبية، لكن راح أخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المهندس أحمد. حياك الله. الله يحييكم، يا أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم أريد نتكلم بصورة عامة عن الأدوات الطبية اللي موجودة ومدى أقبال الناس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المستلزمات الطبية هي تعتبر مواد استهلاكية بالنسبة لعامة الناس، لذلك السحب عليها يكون بشكل مستمر، اي فحسب الحاجة المريض اللي يجي يسحب المواد. وكل حاليا اليوم كل شيء متوفر بالسوق، ماكو شيء يعني صار ما متوفر الحمد لله. طيب يمكن انتم تجهزون حتى المراكز الطبيه يمكن بهذه المواد؟ اي نعم، تجهيز حكومي وتجهيز الخاص وتجهيز عن عامه الناس اللي يزورنا بالمحل. بالنسبه للكراسي الخاصه بالمعاقين، تعرف اليوم المعاق عنده صعوبه حركه بكل حياته، لذلك انتم اليوم موجوده هذه الكراسي الخاصه باجلكم الله الحمامات، وايضا حتى ممكن اكو اجهزه ممكن اليوم تساعده على انه اليوم يتحرك بصوره احسن. يعني اليوم فضل تطور التكنولوجيا اللي صارت انواع مختلفه من الكراسي، من العدد، من الادوات الطبيه، الكراسي بانواعها واللي كافه الحالات، يعني الشلل النصفي، الشلل الرباعي، الشخص اللي ما عنده قدره مثلا على الحركه البسيطه، كل هاي الامور هي متوفره. زين، اريد اتكلم بموضوع هذه المخاد اللي هي تكون طبيه، صح؟ الناس اللي تعاني من الام الفقرات وايضا تكون عندهم فد مشاكل مزمنه بالرقبه، شنو يعني فائدتها هذه ممكن؟ يعني الوساده الطبيه فائدتها هي راحه العمود الفقري. تعرفين المخدة اللي موجودة بالبيت هي اما من الديباج او من القطن، ما يعني ما مصنوعة بشكل انه جيد بحيث تلائم العمود الفقري اللي موجود بالانسان، لذلك هذه مصنوعة ضمن مواصفات محددة بحيث تكون مريحة لكافة الجسم وما يعني ما لها اي اثار جانبية من تشنجات وغيرها. طبعا تعرف احنا بظل الظروف اللي مرينا بها ازمه كورونا، صارت الناس اليوم تلتجئ على يعني بطاله الاكسجين، يمكن حتى الناس يمكن صارت ما تروح للمستشفيات، كون المستشفيات اليوم يمكن ما تقدم كل الخدمات اللي اليوم المريض محتاجها، فصارت تجي على هذه المراكز لبيع الادوات الطبيه وصارت تاخذ الانابيب الخاصه بالاكسجين، وايضا حتى اكو بعض الاجهزه لقياس الاكسجين بالدم، هذه كلها متوفره اليوم. واحكي لي الفتره اللي هذه صارت كلش اقبال على هذه البطاله، شلون صار الناس وياها؟ يعني بداية الأزمة تعرفين رهبة من الفيروس، كل الناس اجت، السحب قوي كان على مولد الأكسجين، طالة الأكسجين، الكمامات، الرفوف. هسه بالوقت الحالي بعد المرض صار شيء عادي يعني بالنسبة للناس، لذلك الإقبال يعني أقل، نقدر نقول من 90% إلى أقل من 50%. أي. لكن احنا اليوم لازم احنا نوعي الناس، تعرف اليوم موضوع فيروس كورونا يمكن أخذ هواي ناس من عندنا، ناس صغار كبار، وهو ما رحم بينا هذا المرض بصراحة، لكون الناس يمكن بالبداية استسهلت السالفة، لكن هسه
صار موضوع انه الفيروس تطور وصارت اكو يعني شهدت حالات بعض المناطق، يمكن احنا اليوم لازم نوعي الناس اكثر، انتم كوكم اكثر اختصاص بهذا الموضوع، انه لازم شروط الامان تكون موجوده، الكمامات اللي تشوف المعقمات هذه بعدها اكو سحب عليها مثل قبل لوحة؟ لا اقل، يعني اقل بشكل كل شيء. يعني قلت لك بدايه الازمه الناس كانت بسبب الرهبه اللي موجوده، يعني هاي الكمامه اللي هي متوفره بسهوله يعني قبل ما تتحصل اصلا. صحيح. طيب يعني أستاذ أحمد، لو ردنا نتكلم أيضا على باقي الأجهزة اللي موجودة، شنو اللي نزل عندكم بهذه الفترة؟ يعني هو كل شيء متوفر من أجهزة، شنو اللي يحتاج الطبيب، اللي يحتاج الإنسان الشخص العادي يعني بالبيت، كلها متوفرة. مثلا أجهزة السكر، الضغط، هاي الأشخاص العاديين يستخدمونها. الأجهزة اللي هي أكبر، الأطباء يستخدمون الـ ECG، البيشت مونيتار وغيرها من الأجهزة، ما عدا عندنا تجهيز الحكومي للمستشفيات الحكومية، هذا يكون تجهيز بعد أكبر لأن الأشخاص العاديين ما يستخدمون هذه الأشياء. طبعاً نصيحة حابة تقدمها لكل الناس اللي اليوم يمكن هي بأشياء بسيطة، ممكن اليوم إذا كان عنده مريض بداخل البيت لازم على الأقل شنو يوفر له حتى اليوم تكون راحة المريض أساسية، اللي بتعرف المستشفيات مالتنا ما شاء الله يعني الخدمات تكون بها رديئة. كنصيحة أنت اليوم عندك معرفة ودراية بهذه السالفة، تقدم لنا نصيحة للناس اللي ممكن يسوون لهم على الأقل فد مستشفى صغيرونة بالبيت أو صيدلية بالبيت. يعني نصيحتنا لكل العوائل طبعاً، لو أي حالة مرضية بعد بدايتها خلي يراجع الطبيب، يعني لا يخلي الأمور تتفاقم وبعدين تخرج عن السيطرة، وكذلك بالوقت الحالي يعني الاستمرار بالالتزام بالوقاية. يعني اليوم الحمد لله الإصابات بدأت تقل، وهذا مو دليل إنه الفيروس خلاص انتهى، لذلك نلتزم بس هاي الفترة شوي، فترة أسبوعين يصبر بس هاي الفترة حتى إن شاء الله بعد ترجع الحياة طبيعية، بس حتى نسيطر على المرض بشكل تام إن شاء الله. طبعا شكرا لك، شكرا لوقتك. يا اهلا وسهلا، حياك الله. نعم طبعا مشاهدينا، شفنا اليوم موضوع الأجهزة الطبية، موضوع جدا مهم بحياتنا، كون اللي يمكن اليوم رب العالمين من أنعم علينا بالصحة والعافية لازم احنا نداريها. تعرفون البشر هو عبارة عن دم ولحم، فلكل شيء معرض. ممكن أقل موضوع يخص مثلا صرت أنا عصبية اليوم، أو على سبيل المثال شخص صار عصبي، بالتالي هذا راح يرفع عنده الضغط، شلون راح أعرف أنا مرتفع عندي ضغط أو هابط عندي الضغط؟ على الأقل ممكن اليوم بكل بيت له مثلا جهاز قياس السكر، قياس الضغط، تكون هذه الأدوات مهمة موجودة بالبيت. يعني يمكن مرات الشارع يكون مسدود، او تعرفون ما نعرف احنا شنو الظروف اللي ممكن احنا اليوم نمر بيها، لكن احنا حبينا اليوم نسلط الضوء على موضوع الادوات الطبيه ومدى اقبال الناس عليها، وبظل هذه الظروف اللي احنا ممكن دا تمر عندنا. فيا رب كانت جوله مميزه لكل مشاهدي قناه زاكروس الفضائيه. هذه عوده لكم زملائي داخل استوديو برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس لتكمله باقي فقرات البرنامج. تقبلوا تحياتي يعني رائده فاضل، وتحيات كل كادر العمل، اتمنى لكم نهار سعيد يا رب، مع الف سلامه.